upon you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات Learn English My Dear، تعلم إنجليزي يا عزيزي. النهاردة معدنا في تكملة سلسلة Silent Letters. Silent Letters كنا بدأناها من حلقتين فاتوا، وكنا في كل حلقة بناخد حرفين بيكونوا silent في بعض المواضع في الكلمات المختلفة. والنهاردة معدنا مع silent J. silent J هي حرف J غير المنطوق، وحناخد الكلمات اللي فيها حرف جي غير منطوق وحنعرف معانيها، لان انا بحاول اجيب كلمات مش يعني جديدة علينا، غير الكلمات الدارجة معانا اللي احنا دايما عارفينها. بحاول اجيب كلمات جديدة عشان يبقى عندنا برضو ثروة لغوية نقدر نستخدمها. اول كلمة معانا نم. نم طبعا الجي سايلنت، ونم بمعنى تمثال. نارل. نارل بمعنى العقدة. ساين. ساين بمعنى إشارة أو علامة. ريساين. ريساين بمعنى استقلة أو استقالة. ديزاين. ديزاين بمعنى تصميم. فورينر. فورينر بمعنى أجنبي. لو خدت بالي في الجي سايلنت، الكلمات اللي فيها جي سايلنت، هتلاقي دايما الجي المتبوعة بإن بتكون سايلنت، يبقى دايما ملحوظة كده نعرفها. عندي اي جي في كلمة متبوعة بحرف ان يبقى غالبا هتكون الجي سايلنت. ننتقل للحرف الثاني اللي هيكون سايلنت معانا النهاردة، وهو حرف يو. سايلنت يو هتكون معانا في كلمات زي كلمة guest. guest بمعنى ضيف. guess. guess بمعنى يخمن. guitar. guitar بمعنى الجيتار اللي هو الآلة الموسيقية. building. building بمعنى المبنى أو البناية. guilty. guilty بمعنى المذنب. rug. rug بمعنى حركة الرواج. هنكمل مع بعض الكلمات اللي فيها silent you. سوري يا جماعة، rug بمعنى غشاش. روج معانا بمعنى غشاش. الكلمة اللي بعدها هي اللي هتكون بمعنى رواج. روج بمعنى فوق. فوق هي اللي بمعنى رواج. انا كنت نوهت ان انا بحاول دايما اجيب الكلمات الغريبة علينا عشان نكون ثروة لغوية تقدر تعمل لنا اساس كويس في الانجليش. هنكمل مع بعض الكلمات اللي فيها silent you. biscuit. biscuit بمعنى بسكويت. tongue. tongue بمعنى اللسان. اتكلمنا النهاردة في سلسلة silent letters عن ال silent G، وقلنا دايما silent G بتكون متبوعة بN. واتكلمنا ايضا عن ال silent U، ولكن ال silent U ملهاش قاعدة معينة، يعني مش زي اللي فاتت الجي متبوعة بN، لا هي
ملهاش قاعدة نقدر يعني نستنبطها أو نستشفها عشان تسهل علينا معرفتها. أتمنى منكم متابعة سلسلة Silent Letters معانا، هتسهل علينا جدا حفظ الكلمات، وبالنسبة للطلبة المبتدئين برضو في حفظ الكلمات، معرفة الحروف السايلنت في مواضعها المختلفة هتسهل عليهم كتير في الحفظ. وفي النهاية بحب أقول لكم thank you for watching me و see you next time إن شاء الله، وما ننساش اللايك وتشير، واننا نحط كومنت جميل يشجعنا، واللي ليه اي سؤال يخص الانجليش يكتب لي في الكومنت وان شاء الله مش هتأخر عليه في الاجابة. و see you next time ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.